ونورا وكم كانوا لحاجتنا حضورا سمعنا واسألوا العلماء فجئنا لعلمهم الغزير قرى ودورا نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورا فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلمة. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على نهجه واهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام أينما كنتم على قناة التناصح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستقبل اتصالاتكم على 021-33-47-401 021-33-47-402 021-33-47-403 كذلك يمكنكم المتابعة على صفحة اليوتيوب وكذلك الاتصال عبر الرقم الذي سيخرج أسفل الشاشة المربوط بالفايبر. نستقبل اتصالاتكم ونقول ابتداء بعد حمد الله والصلاة على النبي إن الله عز وجل ما ختم لنا شهر رمضان وأتبعه بشهر شوال وهذا الشهر جعله الله عز وجل من أيامه ومن شهوره المباركات وجعل فيه ستة أيام لمن صامها كانت كصيام الدهر كله إتماما لشهر رمضان فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد لصيامها. معنا متصل. نعم انتصار من مصرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ طيب بارك الله فيك وإن شاء الله بتقبل منا منكم الصيام وإن شاء الله صيام كل المسلمين في الجنة إن شاء الله رب العالمين. وإياكم جميعا. سلمك. عندي سؤال شيخ عندي أخوي الكبير يا شيخ شو أقول لك يعني ما شو نقول لك حتى لا في عيد لا في أي مناسبة يعني يقبل فينا. آخر مرة بنت توفت قبل رمضان يعني ومشينا وقلنا الواجب يعني رغم بعد المسافة هو دار نقول عزيز في بيتها وإحنا درنا في حوشنا يعني فقعدت مدة مع الجيل المنطقة اللي فيها أمس بس الصباح جاء يعني عنده ورشة فتح فإحنا واخدين العمات يعني واخدين حاجات هدايا للأطفال من العيد ما فيش يعني فرصة فخذيناها واتجهنا يعني أختي الورشة سلمنا عليه يعني على اساس نقول له هذا الاطفال الاولاده يعني فردنا يعني ردنا وقال لي معلش يعني ما بينكم بينكم شيء مع السجون العلم ما فيش مشاكل ما في حتى بعد وفاه الوالدين يعني قلت لنا الميراث بال يعني بالشرع ما في شيء يعني هو من يوم هيك يعني ما يدورش في خواته اللي هو انا واحده منهم وفي اخوه ولا في احد يعني حتى في وجود كان والديه نوعية اللي ما يدورش في الوالدين يعني أنا السؤال قبل ديما يعني نصغ في الباب ونمد يدي لكن أمس يعني جرحني وبكيت وانطردنا فقعدت نفسي قلت ما عادش نشيله طلعت مني ولو بموته يعني هل علي شيء في الكلمة هذه نفس الوقت شنو الطريقة اللي نديرها يعني هل نستمر نمد يدي بعد حتى اللذ نمد اليد أو نطفي و يا ريت يعني تنور الشيخ بارك الله فيك ان شاء الله ربي يهدي الجميع يا رب العالمين. وياكم ان شاء الله بارك الله. الاخ باسم من طرابلس. باسم من طرابلس. معنا متصل اخ. ايوه. سليم من مصراته. سليم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك يا شيخ عبد المفتاح جزاك الله كل خير. وإياكم جميعا إن شاء الله. عندي سؤال لو سمحت يا شيخ عبد المفتاح. تفضلوا. عافاك الله عز وجل بالسؤال الأول. رجل مريض لا يستطيع استعمال الماء بالوضوء ولكنه يتيمم في كل فرع وبإحدى يديه خاتم وساعة. هل يجب عليه خلع أو إزالة الخاتم والساعة من يد أثناء التيمم أم يتيمم بهما؟ حاضر. السؤال الثاني في الحج لماذا يكشف على الكتف الايمن في طواف القدوم فقط؟
وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير. عمر من العرمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رجال الإسلام في غزة فلسطين الذين قاموا بالواجب بدل 2 مليون مسلم، بارك الله فيهم وزادهم الله قوة وعز. لا السوسة في هجر يا شيخ، ولا أنا يقولوا كل شيء في هجر إلا السوسة ما فيها شجر قالوا لنا. تسمع الجواب إن شاء الله. وأنا ضبط علي السوسة من بهجتني. بارك الله فيك. وإياكم. أمة الله. شيخ تفضل. لك انا في ايام ظالم كانت علي احتفلت استحاضه، عرفت ان هي استحاضه من بدايه رمضان، فعرفت ان هي استحاضه، هي طاويه وصايمه وصيامي كله صحيح، بس شنو صليت هيك على طول عرفت ان هذه شنو استحاضه، لكن بعدين عكس موعد الدورة اللي المفروض هي تجي فيه ما جاتش فيه، فأنا بعد عندي شك إن هي هذه دورة، بعد عندي شك إن هذه هي دورة اغتسلت من الشك هذا. لكن أنا بسؤالي اللي بنسأل على الأيام هذين اللي صمتن يا شيخ، أنت على أي أساس أنا نعودهن الهن الطاقة بالصلاة والله لا الصيام هذا؟ أنت على أي أساس لما اعتبرتها استحاضة؟ يعني شنو العلامات اللي خلاك تعتمدي على انها استحاضه؟ اعتمدت اول حاجه ان هي ضعيفه. ضعيفه وقبلها كانت ايام الدوره بتاعك الطبيعيه كان قبلها ولا مفصولات عليها ولا قريبه منها ولا بعيده منها ولا كيف؟ منها جابني في شعبان يا شيخ، جابني في شعبان قعدت قريب 15 يوم قعدت. وبعدين هذه الثانيه لما عاودت 15 يوم من الدم او البيض يغزير وبعدين خفيف. انا هي في العاده هي قعدتي غير اسمعيني، قعدتي بعد 15 يوم اللي جت فيه في شعبان، قعدتي بعد 15 يوم طاهره؟ لا لا ما قعدتش 15 يوم طاهره. ايه عادت هيك تقريبا ممكن 5 ايام 6 ايام هيك في الحدود هذينا. يعني هذا علاش انا قلت هذه مش دوره، يعني رجعوا لك هذوم الايام اللي ذكرتيهم انت تحسبيهم استحاضه رجعوا لك بعد 5 ايام من دوره شعبان تقريبا يا شيخ؟ بصراحه مش متذكره بالضبط، لكن يلزمك اعاده الاعاده الصوم، انك تصيمي الايام هذه تعاوديهم. الايام اللي انا صمتهم يا شيخ اللي صمتهم بس نصلي عشان انا ما اغتسلتش يعني للصلاه. الايام اللي صمتيهم والدم ينزل فينا بدايه رمضان خلاص انقطع، بدايه رمضان بعد ديما 5 ايام من رمضان انقطع، لكن إيه؟ انا اساس هذه استحاضه ما اغتسلتش للصلاه، لكن صايمه ونويت في الليل وصمت. بعدها لما هي ما عادش نزلت في الموعد اللي راجي فيها انا قلت احتمال هذه تكون دوره، اغتسلت بعد 6 ايام. نحكي على الايام اللي صمت يا شيخ، هل الصلاه هذه وانا ما اغتسلتش من الدورة هل لها علاقة بالصيام أو الصيام بروحها ماليش دعوة بالصلاة؟ هو الصيام ماليش علاقة، إذا كانوا يعني المرأة طهرت من قبل الفجر إلى المغرب دون أن ينزل عليها شيء وصامت نوت الصيام، يعني نوت الصيام فصومها صحيح ولو لم تغتسل، فصومها صحيح ولو لم تغتسل. أما كونها لم تغتسل فذلك يعني يترتب عليه ضاعت الصلاة لأنك ما صليتيش. بس اغتسلت بعدها يا شيخ من جهل، أنا بس اغتسلت بعد الآن كم الآن يوم وقعدت نقضي في الأيام اللي أنا ما صليت. على كل حال خلي المخرج يعطيك رقمي ونكلمك يعني على تحت الهواء أحسن، لأن هكذا الأمر يطول ونضيع الوقت على من ينتظرون على الخط يعني، ونوضح لك المسألة أفضل. باهي يا شيخ إن شاء الله بإذن الله. أعطيها الهاتف الأخ باسم من طرابلس. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الاخبار باهيه؟ تفضلوا. شيخ بالله عندي سؤال، هو حكم ارتباط شاب مسلم من السنه اثناء السنه والجماعه بفتاه شيعيه؟ حكمها يعني حكمها هل يعني يجوز او لا؟ ارتباط يعني عقد عليها ولا مجرد خطوه؟ يعني هو قاعد يعني ما قدرش عقد قران وكذا، لكن يعني زي ما تقول ماشي في خطوات في الطريقه هذه. تسمع الجواب ان شاء الله. بارك الله فيك.
الأخ عمر من بنغازي. الأخ عمر. الأخ عمر. الأخ عمر تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الو. ما يسمعش فيه الأخ عمر، يمكن خذوا اللي بعده. الأخ محمد. محمد. أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك شيخنا الكريم وتحية لفاطمة التنصح، ودائما وأبدا إن شاء الله نشوفوكم أنتم السمعة المضيئة في هذا في هذه القناة. ويا رب ان شاء الله دائما وابدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك اخ محمد. الشيخ عندي ثلاث اسئله لو سمحت لي. نعم. السؤال الاول عندي اخ يعني يعاني من الحاله النفسيه، ويعني يمشي الا عن طريق الادويه الصراحه، يعني بدون ادويه النفسيه هذه يعني ما يكونش برنامجها كويس، يعني خاصه في رمضان يعني ودائما يعني مرات يفطر مرات يصيم مش هذاك الصيام يعني الملتزم، يعني شو تتوقع من واحد مريض نفسي يعني شو يلزم على هذا الشخص يعني اذا كان في سائر الايام يعني استقرت حالته بحيث يعني وضعه ولا طبيعي في سائر الايام فهذا يقضي، تذكروه وتنبهوه انه يقضي الايام اللي افطرها. اما اذا كانت الحاله هذه مستمره معه دائما طيله العام وهذه نفس القضيه فتعطوا عنه فديه وخلاص، لا يجب عليه الصوم. يعني كمل قصدي كمل اليوم الواحد كم يعطي؟ يعني 4 دنانير عن كل يوم الفديه. بارك الله فيك شيخ. السؤال الثاني في حالة يعني في رمضان عندها البواسير يعني اشتد من شدة الألم، يعني شد عليها الألم، هل استعملت البوماطة؟ يعني علما بأن البوماطة هذه تستعمل داخليا وليس خارجيا، استعملت البوماطة وبعدين تفكرت أن هي صاينة. يعني لا تضر، لا تضر استعمالها، يعني العلاج هذا المرهمي في لهذه الامراض ليس من المفطرات. والعلماء نعم لما نصوا على فتحه على الحقنه الشرجيه التي يعني تكون يعني تفضي بشيء منها الى الامعاء، اما هذا المرهم الذي هو علاجي فقط في حول البواسير فهذا لا يضر وليس من المفطرات. يعني اعتبر يعني ما لا صوم صومه صحيح ولا تقضي، صومه صحيح ولا شيء عليها ان شاء الله. نعم ام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخي لو سمحت انا صايمه ربتي ايامات فاطرتها في رمضان. نعم. والله كذاك الحق يعني بالصدفه ما ادري ولدي هيك حاله وفخذيتها وبلعتها وبعدين تذكرت اني انا صايمه. اقضي يوما بدلا عنه، لان الاكل في النسيان والاكل والشرب في الفريضه يعني اسقط الله عز وجل فيه الاثم ولكنه لم يسقط فيه القضاء، فتقضي يوما بدلا عنه. فان امسكتي انت في هذا القضاء بعد ما اكلتي امسكتي بقيه اليوم فلك اجر وتقضي يوما بدلا عنه، وان افطرتي استمرتي تمدتي في الافطار فلا شيء عليك. شكرا بارك الله وإياكم جميعا إن شاء الله. نعم معنا متصل. نعم راني أو رانيا من طرابلس. نعم عليكم السلام ورحمة الله تفضلوا. أنا يا أستاذ والله عندي بنية عمرها 15 سنة. هذه الليلة كل تبدأ تخترف وتسمع في ما فهمتش الخط فصلوا يعني تتخطرف في الليل تخطرف والليل كله تقول يا ماما تعالي اني خفت واحد. اقري ارقيها ارقيها قبل منامها وحطيها على الوضوء قبل تنام واقري عليها المعوذات وآية الكرسي ولا تتركيها لوحدها مع اخواتها ومع
تكوني معها ولا تجعلها يعني بحيث لا يدخلها هذا الوسواس وهذا الوهم. وقوي من عزمها واخبريها ان كيد الشيطان كان ضعيفا، ان كيد الشيطان كان ضعيفا، والمؤمن المؤمن اقوى من وساوس الشياطين. فالانسان لا يفتح على نفسه باب الوساوس والخوف من هذا الامر. فاذا وضع في قلبه وفي نفسه انه اقوى بإيمانه من هذه الوساوس وهذه الشياطين فلا يضره ذلك شيء. داعي ان نودها تعوده للدواء هذه وتسمع عادي استاذ. ما فيش باس، ما فيش باس، او سمعها في الاعاده ما فيش باس. الا نعم. امل من بنغازي. نعم انقطع الاتصال. الأخت انتصار تسأل، أخوها قاطعهم وكانت تصله وهو يقطعهم، قال ثم يعني تعدى عليها في يوم من الأيام بالضرب، فهل لها أن تصله أم تقطعه؟ صلة الأرحام هذا وقتها وهذا مجالها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صلة الرحم تكون في من قطعك. أما الذي تواصله ويواصلك فتلك واحدة بواحدة، عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليس الواصل بالمكافئ. فأقاربك أخوتك وأعمامك وأخوالك وعماتك وأقاربك اللي يواصلوا فيك وتواصل فيهم واللي تمشي لهم ويمشي لك ويمشوا لك، هذوما كلها اسمها مكافأة واحدة بواحدة، زيهم زي سائر الأصدقاء اللي يقول لك أنت ما جيتنيش ولك أيام ما جيتناش وهي تعالنا ونمشوا لك، وهذه مواصلة. أما صلة الرحم التي أمر الله عز وجل بوصلها وحذر من قطعها وجعلها من الكبائر ووصفها بالفساد في الأرض، لما قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلة هي التي الذي يصل رحمه هو الذين قطعوه. فمن قاطعك من أقاربك وآذوك وردوك ولم يقبلوا منك الكلام ولا الصلة وأنت تصلهم، فهذه التي تسمى صلة رحم، وهذه التي أمرنا الله عز وجل أن نصبر عليها، وهذه التي جعل الله عز وجل من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله، وهذه التي من أجلها علق الله عز وجل الرحمة بين السماء والأرض، فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. والرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، قال له صلهم فما يزال معك من الله سلطان، وكأنما تسفهم المل، إذا كانوا هم مصرين على القطيعة كأنك تضع التراب أو الرمل الحامية أو الساخنة في عيونهم أو في وجوههم أو في أفواههم، فكأنما تسفهم المل وهو التراب الحامي. فهذا هو وقت صلتك بأخيك وبأقاربك الذين يقطعونك ويؤذونك تواصلهم بالقدر الذي لا تذهب فيه كرامة الإنسان. أما أصروا على القطيعة والشتم والضرب فالإنسان يترك في هذه الحالة ولا يكون عليه إثم. الأخ باسم يقول شاب يريد الارتباط بفتاة من الشيعة. الشيعة أشكال، منهم من ناصب العداء لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من خص العداء بعائشة. فالذين خصوا العداء بعائشة هؤلاء أهل العلم يكفرونهم، الذين يتهمون عائشة في عرضها هم كفار، لأن الذي يتهم أي صحابي آخر تتهمه أو تفتري عليه أو تكذب عليه أو تبغضه لا تكفر بهذا الأمر، تكون أنت مسلم عاصي وبغضت وفسقت ولا وقعت في الحرام وفي الإثم ووقعت في صحابة رسول الله. أما أن تتهم عائشة بالزنا وبالإفك فيكفر الإنسان بهذه التهمة، لأنه يكذب القرآن لما برأها الله عز وجل
ونزلت آيات إلى قيام الساعة ببراءتها، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. فالذي تولى كبر الفرية على عائشة نزل فيه القرآن، والله عز وجل برأها من 7 سماوات. فمن كان من أهل الخوارج أو من أهل الشيعة أو أهل الفرق هذه المنحرفة وأهل الأهواء يسبون عائشة وينالون منها ويطعنون في عرضها فهؤلاء كفار لا تحل مناكحتهم ولا الزواج منهم. أما الفئة الثانية منهم من يسب أبا بكر وعمر فهؤلاء نصبوا العداء لصحابة رسول الله وهم أفضل الخلائق بعد رسول الله وأفضل الناس، أبو بكر خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤم بالناس لما مرض، والناس ارتضيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خليفة لهم، فقالوا إن كان نبينا ارتضاه أن يكون إماما لنا في صلاتنا لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم ألا نرضى نحن أن يكون إماما لنا في حياتنا؟ فالنبي ارتضاه إماما لنا في ديننا في عبادتنا في صلاتنا، أفلا نرضى أن يكون خليفة لنا؟ فخرج الطوائف من هؤلاء من أهل التشيع وسبوا عمر وسبوا عثمان وسبوا علي ولم يرضوا بخلافتهم، فهؤلاء فساق. والأفضل إن كانوا يحملون هذا الفكر عدم الزواج منهم، لأن أبناءك تخشى عليهم من الوقوع في هذا الأمر. وإن كان الله عز وجل أباح النكاح بمن قال لا إله إلا الله وأباح نكاح نساء المشركات من أهل الكتاب، المقصود بها يعني من أهل الكتاب اليهود والنصارى، فجوز القرآن نكاحهم والشريعة جوزت أن يتزوج الإنسان بامرأة يهودية ونصرانية. شريطة ومالك عليه رحمة الله كره هذا الأمر للخشية على الأبناء، إن كان الإنسان يعلم من دينه ومن صلابته ومن حكمته وتدبيره أنه يحسن معاملة أبنائه ولا يتضيع يضيع أبناؤه منه تبعا لأمهم في اليهودية والنصرانية فلا بأس بذلك. أما إن كان يعني يتزوج رغبة وشهوة في امرأة أعجبته ثم ينجب منها الأبناء ويتركهم يتبعون دين أمهم اليهودية والنصرانية فلا شك أن هذا الزوج يأتم عليه إثم، لأنه فرط في رعيته وهو مسؤول عنهم. فكذلك النكاح بهذه الشيعية إن كانت ممن تسب صحابة رسول الله فالأفضل ترك الارتباط بها وعدم الإقبال على هذا الأمر. أما إن كانت يعني بعض الناس هم يسمون ويوصفون بالشيعة عوام الناس عندهم لكنهم ليسوا من أهل السب لصحابة رسول الله ومجرد هكذا يعني من الصبغة العامة عند الشيعة، فهذه يجوز الارتباط بها ويجوز نكاحها. فالإنسان له أن يختبر هذه المرأة من حيث يعني ما موقفها من صحابة رسول الله ومن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإن كانت يعني تدين لهم بالبراء وتدين لهم وتعادي من يعاديهم ولا تطعن فيهم وتحبهم فهي لا بأس بالارتباط، ففي هذه الحالة لا بأس بالارتباط بها والله أعلم. ثم نخرج إلى فاصل ونستقبل ما أو نجيب ما تبقى من الأسئلة بعد الفاصل. لقد جاءوا يدا وندا ونورا وكم كانوا لحاجتنا حضورا سمعنا واسألوا العلماء فجئنا لعلمهم الغزير قرى ودورا نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورا فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. رجل من علماء المسلمين جمع بين الحديث والفقه ومتابعة المستجدات
المعاصرة من الأمور الاقتصادية، وكان عضواً في الإفتاء ولجان المصارف الإسلامية وغيرها، وله مؤلفات كثيرة، وله نظر دقيق في الحديث وعلومه، وغاص في فتح الباري لابن حجر واستخرج منه كنوزاً. والرجل من مصيبة المسلمين أن يغتال ويقتل ظلماً وعدواناً من قبل أهل الغلو الذين ابتلى الله بهم المسلمين، من قبل أهل الغلو الذين ابتلى الله بهم المسلمين. ها من قتل ذاك العالم، ها الشيخ نادر، ها العمراني السنوسي، أحد علماء ليبيا هذا ومن علماء الحديث، خريج كلية الحديث، أخذ الإجازة من كلية الحديث وأخذ الماجستير من كلية الحديث وأخذ الدكتوراه في الحديث بليبيا، وكان من علماء الحديث، وكان يعني سهما مسلطا على هؤلاء دعاة الجرح والتعديل زعموا، كان دائما يتكلم عليهم ودائما يحذر منهم وينفر منهم ويرد عليهم، فاختطفوه. كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر. مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة، غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر. عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. الشيخ نادر العمراني رحمه الله تعالى من مواليد سنة 1392، حاصل على شهادة الدكتوراه في الحديث، وهو الأمين العام لهيئة علماء ليبيا وعضو رابطة علماء المسلمين وعضو في الكثير من الهيئات واللجان في العالم الإسلامي. وما رأى أحد الشيخ نادر العمراني إلا أحبه لابتسامة في محياه ودماثة خلقه وسلامة صدره، ولأنه من أهل القرآن. وهو رحمه الله له غيرة على دينه ووطنه، موصوف بالاعتدال والوسطية، له حسن تواصل مع أبناء وطنه والعالم الإسلامي. ومن آخر المنكرات من ذلك الاعتداء على العلماء وقتلهم غيلة ظلما عدوانا، كما حصل للشيخ نادر العمراني من علماء ليبيا، وهو من العلماء المشهورين بالسنة والدعوة والالتزام بالخير. ولكن من المؤسف أن زماننا زمان الفتن اشتهر فيه أن قتل العلماء إنما يكون بأيدي السلاطين المنحرفين، وهذه المرة لم يكن بأيدي السلاطين، وإنما كان بأيدي بعض من يزعم أنه من الدعاة ومن المنتسبين إلى الخير، فيختطفون العلماء على أبواب المساجد قبل صلاة الفجر، ثم يذهبون به فيلقونه في حفرة ويطلقون عليه الرصاص فيقتلونه ظلما عدوانا غيلة من غير جرم ارتكبه ومن غير محاكمة ومن غير أن يعرفهم أو أن يقدم لهم أي أذى. لقد جاءوا يدا وندا ونورا، وكم كانوا لحاجتنا حضورا. سمعنا واسألوا العلماء فجئنا، لعلمهم الغزير قرى ودورا. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورا، فللإفتاء عندهم كنوز. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي سؤال الأخ باسم، بقي سؤال الأخ سليم، يقول مريض يتيمم هل يخلع الساعة والخاتم؟ العلماء نصوا على خلع الخاتم في التيمم، لأن التيمم هو عبارة عن طهارة ترابية نابت عن الطهارة المائية، نابت عن الوضوء. فالتيمم بوضع اليدين على الصعيد الطاهر هكذا على الأرض، على الحجارة أو على التراب أو على الرمال الصعيد الطاهر،
فبوضع اليدين هكذا الإنسان لما يكون لابس الخاتم يعني الجزئية التي بقيت وهي تحوط بالإصبع لم تصلها هذه الطهارة، قالوا فيقولون بنزعه، كي يستطيع الإنسان لما يضرب الضربة ويمسح بها وجهه ويمسح بها يديه، فإن علماءنا اشترطوا في مسح اليدين في التيمم أكثر، بالغوا فيه أكثر من الوضوء، لأن الوضوء تخليل الأصابع في الوضوء الماء يقولون يدفع عن نفسه ويتخلل الماء، يدخل في الفواصل ويدخل تحت الخاتم الماء يسري، حتى قالوا في التخليل يكفي أن يخلل الإنسان هكذا هكذا في الوضوء، هذا في الوضوء. أما في التيمم قالوا لا يكفي هذا التخليل، ليش؟ لأن الطهارة كانت على وجه اليد التي نابت عن الوضوء وهي بالضربة، بالضربة على التراب أو على الرمال أو على الحجارة، كانت يعني الذين ينقل لك الحكم هو ظاهر الكف، وأما هذه الأجزاء لم تصلها التراب ولم يصلها الضربة على الحجارة، فقالوا يخلل أصابعه هكذا بالجنب، هذا الذي أصابته، هذا أصابه الصعيد الطاهر، فإنه يخلل هكذا هكذا، يخلل هكذا حتى يكون الطهارة، وجه الطهارة يلامس الأصابع من في هذه الجوانب، إلا إذا كانت الأرض رملية فيعني غيص أصابعه هكذا بحيث الرملة دخلت ما بين المفاصل الأصابع فتكفي. فشاهدوا في الكلام أن الذي يلبس خاتما ينزعه كي إذا ما ضرب على الصعيد الطاهر لا يحصل هنا فاصل، ولذلك يقولون بنزع الخاتم. أما الساعة فإذا كان هي تجاوزت محل يعني واسع وتجاوزت الرسغين فلا تضر، لأن لما يمسح هكذا لا تضر الساعة، يؤخرها قليلا يمسح. أما إن كانت هي مشحوطة وجاية تحت الرسغين فينبغي عليه أن يمسح ما تحتها. هذا ما يتعلق بمسح اليدين لمن فرضه التيمم. الأخ عمر من العربان يسأل: بارك الله في أهل غزة وعلى صمودهم وعلى مقاومتهم، فإنهم الحصن الأول لبلدان المسلمين ولعقيدة المسلمين ولأوطان المسلمين، فإن فلسطين وغزة وما حولها أرض الرباط وأرض الجهاد فإنها الحصن الأول لحصون المسلمين، فمن ترك هذا الحصن بحجة أنهم لهم شأن خاص ولا علاقة لنا بهم، فنخبره أنك إن تركت هذا الحصن انكسر أو تهدم أو تشقق أو حصل فيه خلل فإنه سينتقل إليك هذا العدو الظالم الصهيوني الغاصب لأراضي المسلمين والذي يريد أن يهدم عقيدة المسلمين، فإنه سينتقل إلى ما بعده، فأنت يا من تريد أن تحصن أرضك في الشام وما حولها وفي البلدان الأخرى هو دعمك وحصنك ودفاعك ومؤازرتك لأهل غزة هو دفاع عن نفسك ودفاع عن أرضك، فأنت لا تريد أن تقاتل ولا أن تتحمل التبعات ولا أن تريد أن يموت شبابك ولا أن تهدم بيوتك، وفي نفس الوقت بتحارب الذين يقاتلون ويجاهدون هؤلاء الصهاينة، هكذا لا يسلم الحال ولا يستقيم، فهو هذا فيه خلل. أنت بهذا التصور إن كنت يعني تعتقده حقيقة فينبغي عليك أن تعيد هذا التصور، وإن كنت يعني تقوله يعني موالاة للصهاينة وكرها في المسلمين فننصحك أن يعني تراجع عقيدة الولاء والبراء التي هي الإسلام ينبني عليها في عنقك وفي ذمتك وفي رقبتك، فإن كنت تناصر اليهود والنصارى واليهود والصهاينة على إخوانك في فلسطين وتنكر على الفلسطينيين وتنكر على أهل غزة وتسبهم وتلعنهم وتخزيهم لأنهم
قاوموا المحتل ولا طاقة لهم بزعمك. قال هو يقاوم المحتل ولا طاقة له فيرد المحتل ويضر بأهل غزة، يعني واجعينك انت أهل غزة وتسب في أهل غزة. انت من هذا السب غير سب اليهود قبله حتى نعرفوا انك انت مش يهودي ونعرفوا انك انت ضدهم قبل، بعدين نرضوا منك انك تسب أهل غزة. أما أنك تسب أهل غزة وتحط جميع غضبك وكل كلامك السيء والرديء والمحبط والتخذيل والنفاق وتصب على أهل غزة ولا تمسس اليهود ولا الصهاينة بسوء، فأنت تحتك خطوط. مهما كنت داعية ولا شيخ ولا عالم ولا قد الدنيا ولا كذا ولا تدعي السلفية ولا ما تدعيش، أنت تحتك خطوط، أنت عقيدتك مخرومة ولا يلتفت إليك وأنت في صف اليهود ما دمت تسب أهل غزة وأهل فلسطين وهم يدافعون عن وطنهم وعن دينهم وهم يدودون عن الحمى وعن كل حمى المسلمين، فما كما قلنا هم الرباط الأول، أنت تسبهم صباحا ومساء وتلعنهم بحجة أنهم ألحقوا الضرر بأهليهم، ولم نسمع عنك يوما واحدا لا في خطبك ولا في دروسك سببت اليهود ولا الصهاينة ولا المحتل. فأنت الذي تحتاج إلى إعادة السفترة وإلى إعادة النظر وأن تقول لا إله إلا الله من جديد وأن تجدد إيمانك وعقيدتك. أما إن كنت على هذا المنهج فنحن ننفض أيدينا منكم ومن أمثالكم ومن أفكاركم، ولا يهمنا المخدلون ولا المحبطون، لا يهمنا، نحن نمضي في طريق الله نسري، ولا يهمنا إن قتلنا أو أذينا أو هدمت بيوتنا، نحن نصمد، وما النصر إلا من عند الله. الله عز وجل إن علم منا ومن أهلنا في فلسطين الكفاح والجهاد حتى وإن كان لا طاقة لهم بذلك، إن علم منهم الصدق نصرهم الله. الله يختبرك، بس الآن الله يختبر في عباده، فالذي وقف حتى وإن كان ضعيف ما دامه وقف بقلب وبمنية صادقة ونصرة للدين ولأرض المسراء والمعراج ولأرض الأنبياء والرسل ولبيت الله المقدس وبيت الله هذا المعظم، إن وقفت بصدق ونية فإن الله عز وجل سينصرك. ومهما طال الزمن لابد أن ينجلي هذا الغبار ولابد أن تنجلي هذه الحروب، ثم يتبين الخاسر من المنتصر ومن الذي سلمت عقيدته ومن الذي سلمت عقيدته ومن الذي خدشها، بل لم يخدشها بس أفسدها وأضاعها حبا لليهود. أعادنا الله وإياكم من هذا الفكر المنحرف المشوه. الأخ عبد الله من بنغازي. نعم عبد الله من بنغازي. الأخ مبروك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مفتاح ربي يحفظك من كل سوء، إن شاء الله يحفظك من كل حرام، الله يحفظكم من كل بلا يا رب العالمين. ويبارك فيك حتى أنت ويحفظك ويبارك فيك. الله يحميكم من كل عدو، الله يحميكم من كل سوء، الله ينصركم على اللي يعاديكم يا رب العالمين. بارك الله فيك، الله يبارك فيك ويحفظك حتى أنت ويبارك الله فيك. الله يرحم، الله يرحم الشيخ. بارك الله فيك يا أخ مبروك على هذه المشاركات. إن شاء الله وعلى وبارك الله فيك. ما عندي سؤال يا شيخ. بارك الله فيك. نشكركم. بارك الله فيك. بارك الله فيك على هذه الدعوات. بارك الله فيك على هذه الدعوات وعلى هذه النصرة بالقلب وباللسان. لأن المؤمن يجب عليه. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل من يتصل ويدعو لإخوانه ولأهل الخير بصفة عامة فهو من باب النصرة، وكل من يتصل ويسب ويشتم فهو من ألم المعصية وذلها الذي لبسه الشيطان بها. والذي المطلوب من كل مؤمن أن يناصر إخوانه، حتى ورد في الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أن كتروا سواد المسلمين وأن كتروا سواد أهل الخير وأن كتروا سواد أهل الإصلاح وأهل الكفاح وأهل الحق. أنت لما تناصرهم بالكلمة وبالوقوف وبالكتابة وفي بالمال وبالنفس فأنت تكتر من سوادهم وتعطيهم يعني دفعة إلى الأمام. ليس مطلوب منك إلا الذي تستطيعه فقط. أما أنك تناصب العداء لمن يدودون عن الحمى وعن الوطن وعن الدين، تناصب لهم العداء مساء وصباحا،
ثم تدعي أنك شيخ وأنك من أهل كذا وأنك معصوم وأنك لا فيه قبلك ولا بعدك، فهذه أفعالك تكذبك ولسانك يفضحك وتشهد عليك جوارحك، ويوم القيامة كفى بالله حسيبا وشهيدا. والله عز وجل يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يفعلون. الأخ مروان من مصراتة. وعليكم السلام ورحمة الله. في حالك يا شيخنا؟ بارك الله فيكم. ربي ينورك زي ما تنور في الناس، ربي ينورك إن شاء الله. بارك الله يحفظك. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يحفظك ويبارك فيك. بارك الله فيك. يا شيخ، هل تحرير بيت المقدس علامة من علامات من يوم القيامة؟ حاضر، تسمع جوابي. وما حكم شاب يخدم في محل مواد غذائية يبيع في دخان؟ يبيع فيه في نفس المحل هذا؟ هو يخدم يا شيخ، إيه؟ وصاحب المحل يبيع بدخان، ما حكم العمل فيه؟ حاضر، تسمع الجواب. بارك الله فيك، والله يرحم والديك جميعا إن شاء الله. الأخ مروان يسأل علي تحرير بيت الله ومسرى أنبيائه، هل هو علامة من علامات الساعة؟ نعم، ورد في الحديث أن الله عز وجل لما رفع، كما قال الله عز وجل في قضية رفع عيسى عليه السلام، بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، والله عز وجل قال بل رفعه الله إليه، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل سينزل، سيبعث بعيسى عليه السلام وينزله في آخر الزمان ليقتل المسيح الدجال الذي سيخرج في آخر الزمان، وهو من علامات الساعة الكبرى. فإذا خرج المسيح الدجال الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف يعني يفتتن بها الناس، من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويقول لك أنا ربك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا المسيح الدجال هو ممسوح العين، ممسوخ العين، وهو أعور، وربكم ليس بأعور. وقال فيه سينزل في آخر الزمان ويفتتن الناس به، حتى من شدة فتنته، حتى إنه يقول لك سأخرج لك أمك التي ماتت وأبوك، ثم يأمر الشياطين أن يتصوروا بصورة هؤلاء الأبوين أو أحد الآباء، فيظن أنه خلق له أباه أو خلق له أمه، وهي فتنة عظيمة، ويأمر السماء بالنزول المطر فتنزل، فمن ضعف إيمانه يتبعه ويظن أنه إله، ومن قوي إيمانه وكان من أهل الحق، لأن القوة الإيمان وضعفها ليست من صنيعتك وليس من اكتسابك، وإنما هي توفيق من عند الله، فاللي صار في حياته دائما بخلاف قضايا المسلمين وبخلاف أهل الخير، ودائما مع أعداء الإسلام، ودائما في صف المجرمين، لا يوفقه الله عز وجل للهداية، ولا يوفقه الله عز وجل لقوة إيمانه حتى يميز هل هذا المسيح الدجال أم هو إله، فيقع في فتنته ويتبعه، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، كما قال الله عز وجل في وصفه. فيتبعه الناس، من كان إيمانه قويا فإنه لا يتبعه، يعلم أنه مسيح دجال يكذب على الناس، وأن الله عز وجل لا يتمثل بصورة إنسان، ولا يكون ينزل إلى الأرض بهذه الصفة، وليس بأعور، والله أعظم من ذلك وأجل، فهو ذو العظمة والكبرياء والجلال، وهو ذو الجبروت، فالله عز وجل لا يوصف بإنسان ولا يكون على هيئة إنسان بهذه الصفة. فإذا صفات المسيح الدجال هي مختلفة، فينزل في آخر الزمان، فيأتي عيسى عليه السلام فينزل بالمنارة الشرقية بدمشق، وهي في أرض الشام وبقرب بيت الله الحرام، فيقاتل هؤلاء الظلمة وأتباع المسيح الدجال حتى يضربه بالسيف وحتى يكسر الصليب، ثم يتبع اليهود واحدا تلو الآخر، وتكون ملحمة بين المسلمين وبين اليهود، تكون ملحمة عظيمة ينتصر فيها أهل الإسلام على اليهود، بل يهيئ الله للأشجار لمن اختبأ خلفها من هؤلاء اليهود، ينطقها الله عز وجل
فتخبر المسلمين بأن وراءه يهودي فتقول له يا مسلم ورائي يهودي فتعال فاقتله. فحتى الأشجار ينطقها الله عز وجل لتقاتل مع المسلمين ضد هؤلاء اليهود. قال عليه الصلاة والسلام إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود، ولذا اليهود يحرصون على غرس هذه الشجرة كي تدافع عنهم أو كي لا تخبر عنهم لما يختبئون. والله عز وجل قال فيهم وهم جبناء وهم أحرص الناس على حياة ويحبون الحياة ولا يحبون الموت، فقال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، كما ترونهم الآن كيف يختبئون خلف الجدران وخلف المرشبيد متاع حتى الكياس متاع الطريق وخلف الجدار العازل الذي بنوه يختبئون فيه كالفئران وكالأرانب يرتعشون من صولات وجولات الأبطال الذين يدافعون عن حماء المسلمين وعن أرض المسلمين. نسأل الله لهم التمكين والنصرة وأن يسلي جرحاهم وأن يرد هيبة الإسلام على أيديهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ يوسف. أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفكم؟ لاباس. تفضلوا. نبي نشارك معكم الله يحييكم. تفضل أخ يوسف. الله ينصركم والله ينصر حماس وقسام وفلسطين كلها والقدس. هذا نحيي الشيخ صادق الغرياني. تسمع فيا؟ نسمع فيك، بارك الله فيك أخي يوسف. يا ريت كل واحد ينزل له بنت يسميه حماس، كل واحد ينزل له ولد يسميه خسان. وإن شاء الله ينصرهم يا رب. بارك الله فيك، الله يبارك فيك وربي يحفظك إن شاء الله. هذا الواجب على المسلمين، أن ينصروا عقيدتهم وأن ينصروا قضيتهم وأن يعلموا أبناءهم ما هي فلسطين وأن يعلموا أبناءهم من دخل أرض فلسطين ومن ما هو المسجد الأقصى ومن صلى فيه من الصحابة ومن صلى فيه من الأنبياء. كل الأنبياء اجتمعوا في هذه البقعة المباركة وصلوا خلف رسول الله، وكيف أن الله عز وجل أسرى بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكيف أنه عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء، وكيف مر على السماوات طبق سماء بعد سماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى وإلى جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالله عز وجل أرى نبيه الآيات العظام التي انطلق في هذه الرحلة المباركة فيها من هذا البيت المبارك. وينبغي على الناس أن يدربوا أولادهم وبناتهم ونساءهم عن هذا المكان وأن يذكروهم بهذه القضية. وأما من يقول ها نحن لا طاقة لنا بقتالهم بالحجارة ولا ببعض السكاكين ولا ببعض العصي، هذا راه من المخدلين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فلقد أفلح أهل غزة وقاتلوا هؤلاء الصهاينة وقاتلوا هؤلاء الملاعين وأخزاهم الله عز وجل وشفى صدور المؤمنين وأخزى من كان ضدهم من دعاة الإسلام الذين يناصرون اليهود ويناصرون الصهاينة، أخزاهم الله عز وجل. ولذلك يجدون الحسرة في قلوبهم الآن بنصر أهلنا هناك. فينبغي على كل واحد منا أن يدافع عن هذه القضية وأن يزرعها إيمانا في قلبه وعلى جوارحه، فيدافع عنها بجوارحه بيديه وبلسانه ويدافع عنها بقلبه ويدافع عنها بقلمه ويزرع هذه العقيدة في جوارح أبنائه من بعده إلى أن نلقى الله عز وجل. من مات منا مات على نقاء وعلى أدى الذي عليه، ومن عاش منا حتى يرى النصر فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وختاما أترحم على الشيخ بعيو رحمه الله، الشيخ عمر
محمد عمر حسين بعيو الذي كان في هذه القناة نبراسا وقلما يدافع عن قضيتنا ويدافع عن حمانا ويدافع عن قضية فلسطين ويرد كيد الصهاينة اليهود، وكان دائما سباقا في لقاءاته وفي حواراته، فقد اختطفه الموت وحل به أجل المنون الذي كتبه الله عز وجل على كل الخلائق. نسأل الله عز وجل أن يكتبه في عليين، فإنه كان أبا لثلاثة من أبنائه الشهداء، وها هو الآن يلحق بهم، فقد ترك بصمة، والإنسان لا يدري متى تخرج روحه ومتى يحل أجله، فيكتب إما من الفائزين وإما من الخائنين. أعاذنا الله وإياكم والسامعين جميعا والمشاهدين، وإلى لقاء آخر، أسأل الله لي ولكم حفظه وهدايته وتوفيقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرابعنا ربيعا وكانت قبل مرأى العلم بورا، جزاهم عن حوائجنا كريم وكافأهم بما وهبوا قصورا.